النهاردة هنتكلم عن الغموض، هنتكلم عن الصمت، وهنتكلم عن الرمز، وهنتكلم عن الفهوانية. يعني هنتكلم عن النفاري. احنا قلنا قبل كده انه القتل الفظيع والنهاية المفجعة التي تعرض لها الحلاج في بغداد سنة 309، ايا ما كان السبب بقى، هو ظالم مظلوم، هو لأغراض سياسية، لأغراض دينية، بصرف النظر عن كل ده، أحدث مقتل الحلاج صمتا طويلا امتد زمنا يمكن قرن ونصف من الزمان، أقل أو أكثر قليلا. إنما صوت الولاية الذي كان دائما صداحا، ورأينا أمثلة منه في الحلقات السابقة، وسنرى أمثلة أخرى في حلقات تالية. رأينا الحكيم الترمذي، ورأينا أبي يزيد البسطامي، وسوف نرى يعني لاحقا رابع العدوية وذنون المصري أو ذنون المصري. هؤلاء كانوا يتحدثون بما بداخلهم، يفصحون، يخطئوا أحيانا في التعبير، فينزعج المعاصرون لهم أو يقيسوا على أحوالهم، أحوال المتحدثين هؤلاء من الأولياء، فيجدوا إن هؤلاء يعني حالهم صحيح، وبالتالي فممكن يكون كلامهم بس مش مقصود، ويتم التسامح. إلا بعد مقتل الحلاج وانتشار القصة، طبعا في الزمن القديم ما كانش فيه، ما فيش بقى CNN هتنقل كده ولا قنوات، لا يعني استغرق الأمر يعني بضع سنوات، اللي هي فيها بقى توفي الحكيم الترمذي مثلا سنة 320، وأبو بكر الشبلي صديق الحلاج اللي توفى يعني بعد كده بشوية، بس كان في صمت صوفي تام. في فترة الصمت هذه تحدث النفاري، ولذلك فاسم هذا الولي مرتبط بالصمت، ومرتبط ايضا بالغموض. ان انا يعني حتى اكثر المتخصصين في التصوف وفي الفلسفة الاسلامية وفي التراث العربي لا يعرفون عنه يعني الا اقل القليل، مع انه المثقفين والشعراء الجدد اخواننا بقى وشبابنا الصغير يعني بقالهم يمكن 30 سنة يقعد على المقاهي بقى وفي المنتديات وكده، يقول النفاري النفاري، ويذكروا كتير جدا، والشاعر أدونيس يعني متحمس له جدا وشاف انه حداثي، وهو أدونيس لطيف يعني ومتحمس بطبعه. فتجد دائما المثقفين والشعراء والكتاب يذكروا النفاري اسما، ويعرفوا انه له كتاب اسمه المواقف والمخاطبات، وخلاص على كده. طبعا هو مش كتاب، هنتكلم عنه بعد شوية، بس اللي هو المواقف والمخاطبات يعني. انما خلينا هذا الشخص اقل شخصية في تاريخ التصوف يوجد عنها اي بيانات او معلومات. كل اللي نعرفه ان اسمه
محمد ابن عبد الجبار النفاري. وناس بتشكك في الاسم ده كمان وتقول اسماء تانية، وناس تانيين يقولوا لا مش النفاري ده اسمه النفزي، لان النفاري دي نسبة الى يعني بلد في البلدة في العراق، انما هو النفزي نسبة الى بلدة اخرى. وتيجي ناس تانية تقول لنا لا ده هو مش من العراق، ده هو مصري. ونفرة او نفرة دي بلدة قرية مصرية، وده طبعا مش صحيح. وبكده نبقى في حالة الغموض دي. طيب هو ليه مهم بقى؟ يعني ايه اللي يخلينا مشغولين قوي بالموضوع ده؟ اللي يخلينا مشغولين بيه هو المواقف والمخاطبات، وده مش كتاب، دول رسالتين نصين يعني. بس جه واحد مستشرق مشهور جدا اسمه جون آرثر أربري ونشرهم في كتاب صغير الحجم، وقعدنا يعني المطابع العربية تعيد النشرات دي، احيانا تذكر اسم الراجل الانجليزي اللي عمل الكتاب او حققه يعني او طلع لنا النص ده، واحيانا ما تقولش. وهو اصلا جون آرثر أربري اعتمد على مخطوطة واحدة، ودي مسألة صعبة جدا ان احنا ننشر كتاب ما فيش منه الا مخطوطة واحدة، لان بيبقى عندنا اختلافات ساعات في النسخ، فما بنبقاش عارفين يعني لو هي النسخة واحدة بس مش عارفين هل هي دي الصيغة الوحيدة للكلمة ولا هناك صيغ اخرى. طيب يعني اذا كان هو كتاب مش كتاب والراجل مش معروف ونسبته حتى مش مؤكدة، طب ليه الاهتمام؟ لان المواقف والمخاطبات نص استثنائي جدا في تاريخ التصوف. في فترة الصمت هذه حاول هذا الرجل ان يستعمل رمزية معينة ستعرف بعد ذلك في تاريخ التصوف بالخطاب الفهواني. لو تفتكروا لما تكلمنا عن النص العجيب اللي كتبه او قدمه لنا الامام عبد القادر الجيلاني اللي هو الغوثية، وبعض الناس حتى قالوا لا دي مش لعبد القادر الجيلاني، دي لمحي الدين ابن عربي، مش مهم. لما كان بيقول يا غوث الاعظم قل لاحبابك واصحابك من اراد منكم صحبتي فعليه بالفقر ثم فقر الفقر ثم الفقر عن الفقر، فاذا تم فقرهم فلا ثم الا انا. هنا مين اللي بيتكلم؟ ده الجناب الالهي. هذا النوع من النصوص سوف يعرف في تاريخ التصوف باسم الخطاب الفهواني. المعنى اللغوي للكلمة هي من قولهم فاه الرجل إذا تكلم، فهو نوع من الخطاب يستشعر الصوفي إن الله سبحانه وتعالى يحدثه به. طبعا هيجي حد دلوقتي ينفعل يقول الله طب هو ربنا بيكلم الناس ولا ايه؟ فالصوفية يقولوا له اه بيوحي. فيجي واحد تاني يصرخ بقى ويشد شعره وحي، الوحي ده للانبياء، نقول له لا بالراحة بس زي ما قال ربنا في القرآن كلام بيستفاد منه ان الوحي ليس مقصورا على الانبياء. يعني ما احنا عندنا سورة النحل واذ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طب ما هو دي ربنا بيوحي لنا. طب وعندنا حاجة تانية، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم. طب يعني لا لا لا، أم سيدنا موسى كانت نبية، عندنا شحنة حتى نبيات، ولا النحل طبعا عاقل أصلا، ولكن بالنص القرآني هناك نوع من الوحي، يعني خطاب الله للعالم له أشكال كتير، منها التنزيل القرآن ده نوع من الوحي، ومنها الوحي بمعنى الإشارة، أوحى إليه يعني ما صرحش في الكلام، ومنها أن نستقبل المعنى وحيا يعني بغير وضوح كامل. فإذا في معاني كتير أهو للوحي، ومش شرط أن يقتصر لفظ أو دلالة أو معنى كلمة الوحي على التنزيل. طب إيه علاقة ده بالنفاري؟ إنه قدم لنا الأول مرة نص كامل كله بالخطاب الفهواني ده، إحساس الصوفي أو الولي بأن الله يحدثه، ورجعوا الناس قالوا لنا لا، ده هم حتى الرسالتين دول اللي اتجمعوا وعملوا كتاب واحد مش النفاري اللي عامله، ده سبط النفاري، سبط اللي هو ابن البنت، يعني احنا عندنا في اللغة او في فصيح اللغة ابن الابن يتقال عليه حفيد، انما ابن البنت يتقال عليه سبط، وجمعها اسباط، عشان كده نقول مثلا سيدنا الحسين سبط النبي مش حفيد النبي، ما ينفعش، حفيد هو ابن الابن. المهم يعني انه سبط او ابن بنت هذا الشيخ النفاري اللي على ارجح الاقوال كانت وفاته سنة 354 في مصر، ودفن في مكان محدش يعرفه حتى، ان هذا السبط هو الذي جمع القصاصات التي كان جده يكتبها ووضعها الولد او السبط في رسالتين، رسالة كلها بتبدأ بالقصاصات اللي بيقول فيها النفاري ان الله اوقفني فيه، زي ما نشوف في الجزء الثاني من الحلقة، فدي اسمها المواقف، وقصاصات تانية كان الله خاطبني بكذا وكذا، فدي تبقى المخاطبات. ومن هنا جانا الكتاب العجيب جدا المثقل بالدلالات والمفعم بالمعاني اللي هيأثر تأثير كبير جدا بعد كده في كلام الأولياء في لغة التصوف، اللي هو المواقف والمخاطبات، أو النص الاستثنائي الذي ظهر لنا فجأة في منتصف القرن أو أواخر النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، الذي كان فيه التصوف ساكنا والصوفية مراقبين من الفقهاء، وأن من سوف يتحدث مثلما تحدث الحلاج فسوف يلقى مصير الحلاج. في الجزء اللي جاي من الحلقة هنشوف النص ده، وهنعرف النفاري ليس بقى عن طريق المعلومات اللي موجودة عنه، لأنه مفيش معلومات عنه، إنما من خلال الروح اللي هتظهر لنا في هذا النص، ومنها العبارة اللي بدأنا بيها البرنامج أو قلناها قبل ما يبدأ البرنامج، وكيف أن في المخاطرة جزء من النجاة.
كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. هذا القول هو أشهر ما قاله النفري أو ما ورد في كتاب النفري، حتى أنه كثير من الناس تكرر هذه العبارة وهي لا تعلم من قائلها. واحنا شفنا في النص الاولاني من الحلقه انه الراجل يعني شبه مش قادرين نمسك اي معلومه اكيده الا يمكن سنه وفاته اللي هي 354، واللي بعضهم كمان بيقول لا دي 370. المهم ان تظل هذه العباره هي الاشهر، ومن اكثر العبارات يعني تكرارا، حتى الشباب الصغار اللي بتفرج علينا لو عمل عليها بحث كده على جوجل او حاجة هيلاقيها موجودة كتير جدا. ليه؟ لانها تشير الى معنى عميق جدا. احنا في حياتنا العادية الناس طول الوقت عمالة تتكلم، لحد ما يجي موقف كده فالواحد يقول لك انا مش لاقي حاجة اقولها، او اتنين متحابين طول النهار عمالين يتكلموا ويقعدوا على التليفون طول الليل، بس في لحظة احتياج الحب تتوقف القدرة على التعبير، لأنه كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. اللغة كلمات ليها حقل أو مساحة أو مجال محدد، فإذا الشعور طغى وازداد وعلى يصبح من الصعب على الإنسان أن يعبر عما بداخله. خلينا نشوف الكتاب المعروف باسم المواقف والمخاطبات ونشوف إزاي وردت هذه العبارة المشهورة. هو موقف عجيب جدا تسميته، يعني موقف ما تصنع بالمسألة، ده العنوان، وهنا مفيش بقى ان الجواب باين من عنوانه، لا يعني لازم نشغل الخيال بشكل واسع جدا. بيقول اوقفني، يعني هو شعر ان الله قد اوقفه في مكان ما ولا يحدد هذا المكان. في مواقف اخرى سوف يقول اوقفني في العز، وقال اوقفني في المقامات المختلفة، انما هنا مفيش تصريح. اوقفني وقال ان عبدتني لاجل شيء اشركت بي. يعني ايه؟ يعني لو رحت انضميت للمذهب اللي عليه الحاكم على امل انك تلاقي مصلحة في السكة، يبقى هو ده الشرك بالله. لو انك عبدت الله علشان جيرانك يقولوا عليك راجل كويس، يبقى انت اشركت بالله. لو انت بنت وقعدتي تبيني انك متدينة وكده علشان تتجوزي بسرعة، تبقى اشركتي بالله. فكل من يعبد الله لاجل شيء اخر غير الله فقد اشرك بالله. طب ما الناس بتعبد الله علشان الجنة والنار، يعني عايزين الجنة وخايفين من النار. عند العوام او عموم الناس هذا يجوز، انما عند الاولياء لا، لا يصح، لا يصح العبادة من اجل شيء اخر غير الله. الكلام ده دقيق جدا، وكده بياخد النفري الى مصير الحلاج. فبعديها على طول وقال لي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة،
يعني ما تاخدش بحدود الكلام، وما تتصورش ان المعنى الواسع ده جدا تقدر اللغة تعبر عنه. وقال لي: العبارة ستر. يعني ايه؟ مفروض ان اللغة دي اللي بتفصح عن اللي جوانا. لا، النفاري بيقول لنا لا، ده العبارة ستر. ليه؟ لانها وقفت عند حد معين او عند مستوى معين، فسترت او حجبت بقية المعاني. بس طبعا مش معاني يعني راح واحد يشتري سندوتش او حاجة ويقول له العبارة هتستر المعنى، لا، هذا يصح فقط في المعاني العميقة جدا. يعني لو سألنا ام ما مقدار حبك لابنك او ابنتك، تقول كتير. كتير دي حجبت او سترت الكثرة التي تحب بها هذه الام ابنها او ابنتها. فالعبارة عند القوم او عند الصوفية او عند الاولياء او عند النفري ستر. وقال لي: اذا لم اسوي وصفك وقلبك الا على رؤيتي فلا تصح المسألة. يعني خلينا لله المثل الاعلى، بس خلينا نضرب مثل نايل كده. لما بيجي اب عنده اكتر من ابن، ومنهم واحد متبجح دايما في طلباته يعني، ويحتال ويكلم امه عشان يوسطها وكده، وواحد تاني قليل الكلام، لو كلاهما طلب نفس الطلب بنفس الطريقة، الأب يستجيب لمين؟ للصمود، للساكت. ليه؟ لأنه علم الأب بحال هذا الابن من قبل ينضاف إلى اللغة أو الألفاظ أو الكلمات التي صرح بها هذا الابن، في حين أن الآخر كثير الكلام لم يحظى بهذه المسألة. فأنت لما بتيجي بقى، أو الصوفي أو الولي لما بيجي قدام الله فهو علام الغيوب، فلا يقف عند ظاهر العبارة، ولو أخذ بظاهر العبارة فقط وما زودش عليها، معرفته بقلب هذا المحب يصبح الكلام ملوش تأثير. وهذا المعنى يعني هيستفيد فيه صوفية كتير بعد كده، جلال الدين الرومي ومحي الدين ابن عربي وكثيرون يعني من المتصوفة. خلينا نشوف بعض، يعني في طريقة كده في القراءة اسمها الاستفتاح. يعني ايه؟ ان لما نيجي مثلا في كتاب فنفتح في اي حتة ونقرأ، اذا كان المصحف مثلا او ديوان شعر او كده، فخلينا يعني نشوف على طريقة الاستفتاح هذه ماذا سيقول لنا النفاري في المواقف والمخاطبات. اوقفني في العظمة وقال لي: لا يستحق ان يغضب غيري فلا تغضب انت. يعني دلوقتي ربنا خلق الناس واداهم القدرة على الكلام وعلى الفعل، وبيقلوا ادبهم بالقدرة اللي ربنا مدها لهم، فمين مفروض
يغضب أكتر حد؟ الخالق الذي أعطى هذه القدرة فاستعملها في غير محلها وفي إعلان العداوة لله هذا الإنسان. وطبعا ربنا لو غضب خلاص هينتهي هذا. فبيقول له انه اللي مفروض يغضب هو انا وما بغضبش، وبالتالي انت هتكون ايه يعني انسان؟ فما تغضبش انت كمان. انظر الى هذه الزاوية، وده الفرق بين عالم الولاية وبين عالم الصخب والدوشة اللي في الشوارع دي. في الشوارع انت باصص على اشارة المرور وباصص على الرئيس والغفير في الولاية لا، هو ناظر الى الله فقط، الله فقط يرى العالم ولكن من خلال هذه النظرة الى الله. يعني هو يكون في الشارع ويرى الناس، اصل ما يراها العوام. على فكرة العوام عند الصوفية مش شرط يعني واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لا، حتى لو استاذ كبير في الطب، حتى لو كان لواء عظيم في الجيش او الشرطة، حتى لو كان مهندس عبقري في مجاله، بس اذا كان لا يتذوق الحقائق الالهية فهو من العوام، عوام الناس العموم. يعني مين الخواص؟ الناس صحح الواحد منهم صلته بهذا الوجود الالهي المطلق فاصبح يرى بنور الله، وده اللي جت فيها الحديث اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله، ما قالش اتقوا فراسة الدكتور المهندس، ما قالش اتقوا فراسة رئيس الجمهورية، ما قالش اتقوا فراسة حاكم الاقليم، لا، قال المؤمن اللي بيرى بنور الله. فهنا او في عالم الولاية هو يشاهد حركة الناس والمباني والمقالب اللي بيعملوها في بعض والحاجات الكويسة اللي بيعملوها مع بعض، بس كل ده من نافذة، هي نافذة نظره الى العالم باعتباره خلقا لله. فاذا كان الله لا يغضب فلماذا يغضب الانسان؟